طيب الآن أسأل عن الحديث الذي رواه البخاري حينما يقول ما في يمين ربي وكلتا يديه يمين. الشيخ أبو عائشة سجل شنو معنى كلتا يديه يمين؟ هل هما يمين على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة أم على المجاز؟ سجل معنى كلتا يديه يمين، هل هما يمين على الحقيقة أم يمين على المجاز؟ يعني يعني قصدك يمين جهة لو يمين قسم يمين شلون على يمين؟ لا 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 جهة كلتا يديه اليمين. نعم كلتا يدي ربي يمين. طيب السؤال الثاني ما معنى الحقو؟ صفة الحقو مو الحثو، لا الحقو الله عنده حقو. إيه نعم الحقو صفة الحقو هذا عندنا في هذا عند صفات رب العالمين في كتاب الحكيم وسنة النبي التدريب بسام الشطي تقديم شعيب الأرنؤوط يقول صفة الحقو الجليلة، صفة الحقو الجليلة ومعناها يقول معناها الأخوة أبو عاشي يقول معناها هو يبين المعنى إن شاء الله هو يبين. طيب صفة الحقو الجليلة وصفة المنكب الجليلة، ما معنى صفة المنكب الجليلة؟ صفة المنكب الجليلة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في نفس الكتاب صفة الكمال المنكب الجليلة الصفحة 71 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابن الرحم شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن بمنكبي الرحمن. الآن صار عندنا ثلاث أسئلة، صفة الحق والسؤال عن صفة الحق وصفة المنكب الجليلة وشنو بعد حج ذكرني الثالثة؟ السؤال الأول كلتا يديه يمين. إيه كلتا أحسنت كلتا يديه يمين صحيح. طبعاً هذا الحديث. ألي وقت؟ الله سبحانه وتعالى كما نعلم له يدان كلاهما يمين. إثبات الشمال لله عز وجل. هل يلزم منه النقص في حق الله؟ هناك من أثبت الشمال لله عز وجل. فهذه ليست معناها نقص لله عز وجل ولكن هي في المقابلة، ولكن في المكانة والشرف فكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين. الدليل ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول إلى آخر الحديث. وصف اليدين باليمين يقتضي أن الأخرى ليست يمين فتكون شمال، وفي بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر مقابلة بيده الأخرى وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال. القول الثاني أن كلتا يديه يمين لا شمال فيها، وقد قال بهذا القول الإمام ابن خزيمة والإمام أحمد وغيرهم. أيضا استدل هذا بحديث ما رواه مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. واستدل أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. والراجح يعني لما نأتي لهذه الأحاديث لا تعارض بينها، فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال باعتبار الاسم، انتبهوا باعتبار الاسم يمين وشمال. أما من جهة المعنى فكلاهما يمين مبارك، فكلاهما يمين مبارك من جهة الاسم نعم يمين شمال، أما من جهة المعنى فكلاهما يمين مبارك. قال شيخ الإمام رحمة الله عليه كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، هذه الأحاديث التي ذكرتها لك الآن كلها يقول أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوف وليس بين اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله ثم يأخذن بشمال، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمن أثبتها
ومنهم من أسقطها وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إنه ثقة ولكنه قال من تصرفه، وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم المقسطون إلى آخر الرواية. فالمسألة من حيث الاسم يمين شمال، لكن من حيث المعنى فهي كلها يمين وكلتا يدي ربي. أحسنت أبو عاش حتى المشاهد يفهم. الآن من حيث الاسم، أنت قلت من حيث الاسم يثبتون الشمال، ولكن من حيث المعنى كلتا يديه يمين. الآن أنا كإنسان مستمع لك، الآن الشمال فيها شيء ولا يعني ما فيها شيء؟ من ناحية المعنى ما نثبتها، ما نقول إلا شمال. لا من ناحية الحقيقة، الآن الله عنده ولا ما عنده؟ لا كلتا يديه يمين، لكن جمعا بين الأحاديث العلماء لما جمع التي ورد فيها شمال قالوا نعم نقول لله يمين وشمال من حيث الاسم. لا من ناحية الحقيقة اثنين يمنى شمال ما في، لا كلتا يديه يمين من حيث المعنى. نعم كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. لكنه أحسن يقول لك الرجل صريح، يقول لك احنا يعني حتى نثبت بالأسماء والمعنى، ولأنه الشمال مثلا أعزك الله تروح للتوالية وتتوضى وكذا، والشمال دائما واليد هي اليمين هي القوة. وأنا ما أعرف في حين إخواني والله العظيم ميسي يلعب باليسرى وأقوى من غيره. المهم فالقصد أنه يقول لك أنه اثنين يمين وشمال ما في، ولكن من حيث المسميات يطلقون هذا وهذا جمعا بالرواية. تفضل. قال عفو سيدنا. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني يا اخوان الشيخ ابو عائشة يقول انه من حيث الاسم هما يمين وشمال، ولكن من حيث الواقع الاتجاه ان كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. طيب الان انتم بالمناسبة سيدنا كلام الشيخ أبو عائشة مو كلام أبو عائشة، هذا كلام العلماء، ترى هو يعني رجل علم ينقل لك كلام العلماء بالمناسبة، فما أريد واحد الآن يأخذ على أبو عائشة على أنه من رأسي، هو ينقل ترى هذه الأقوال موجودة. تفضل يا سيدنا. طيب إذا كان هذا كما تقول الكلام كما تقول أنه من حيث الاسم هي شمال ولكن من حيث المعنى هي يمين، من حيث الاتجاه يعني كلتاهما يمين، طيب إذا كانت هي في اليمين لماذا سميت شمال؟ سجل شيخ أبو عاش. إذا كانت هي فعلا حقيقة يمين هي لماذا سميت شمال وهي يمين؟ فإما أن تأخذ اللفظ على ظاهره واصبح عندكم ثلاثة أيدي، ها، وإما أن لا والله تعطل ظاهر اللفظ في كل شيء، تعطل ظاهر اللفظ. هي في الشمال أخواني، هي اسمها شمال، لماذا سميت، سجل السؤال، لماذا سميت شمال وهي في الحقيقة يمين؟ لماذا سميت؟ طيب إخوان الأعزاء الأفاضل، سألنا عن الحقو، صفة الحقو، وأكرر السؤال للشيخ أبو عاشة، والشيخ أبو عاشة سجله، صفة الحقو الجليلة. لا بس ما الوقت ما أسعفني، ما أسعفني. لا 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 أنا أقول لهذا التذكير، ما قلت إنه ما جاوبت، لا أقول لا إن شاء الله إن شاء الله، بس للتذكير حتى تأكد عليها سجلها. صفة الحقو الجليلة وصفة المنكب الجليلة، الحقو والمنكب، وسجل عندك الأطيط. زين الأطيط، ما هو الأطيط الذي أثبته ابن تيمية عثمان بن سعيد غيره كلهم أثبتوا الأطيط، ما هو الأطيط؟ طيب سجل هذه الثلاث أسئلة الأطيط. طيب اكتفي بذن الثلاثة حتى وقت هذا ضيف لأبو عائشة أبو كريم. ضيفوا له هذه الأربعين دقيقة أبو كريم، الله يبارك بك. أنا أعطي الأربعة. تفضل شيخ أبو عائشة، الآن سألك سؤال، قال لك أنه لماذا سميت باليسار إذا كانت هي يمين؟ قلنا لكم أنهم من باب الاسم، نعم من باب الاسم نقول لله يد شمال ويمين، لكن من حيث المعنى كلتا يدي ربي يمين، وما دام أن النص أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله لا يصف الله بالنقص،
فعندما يقول يطوي الأرض بشماله، فالنبي حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يصف الله بصفة نقص، فلو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها نقص. يعني أبو عاش خلينا وقت يكون أعطيك الوقت، ليش يعني الشمال نقص؟ شنو السبب أنه الشمال نقص؟ يعني واحد يسراوي يعني ملاكم يضرب يسرى، لاعب يضرب، ليش نقص يعني؟ شو القضية؟ لأن شوف، لأن الشمال تستخدم في القاذورات، تستخدم في الأشياء، ولهذا لا يؤكل بها. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل فليأكل بيمينه ويأكل بشماله، الشيطان يأكل بشماله. فهذه صفات النقص منزع عن الله سبحانه وتعالى. ولكن متى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف الله بها، فرسول الله عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يصف الله بصفات نقص، فهي من جهة الاسم نعم نقول شمال ويمين، لكن من جهة المعنى فلا نقول يمين وشمال، نقول كلتا يدي ربي يمين، كما بيّن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. طيب، نأتي إلى إثبات الحق. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال له، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذاك. طبعا ما معنى الحقو؟ الحقو هو موضع شد الإزار، وهو الخاصر. ثم توسع في تعريفه، يعني فهو يعني الله عنده خاصرة. دقيقة، أنا ما أكملت، تعني أكمل. أنا أعرف. لا شيخنا، هاي الأسئلة دائما أنقل أسئلة الجمهور. يعني مثلا رجل سائق تاكسي يسمع كلامك يعني وكلام العلماء، فيريد يستفسر لأن ما يعرف شو حقه وخاسرة، فيريد نعرف. فأنت لا تضايق، أعطيك وقت. هل الله عنده خاسرة؟ أنا أعرف لك الحق. وما هو الحق؟ أين الحق؟ معناه موضع شد الإزار، وهو الخاصر عند الإنسان. يعني لما يشد إزاره عليه يقول أشده على حقه، يعني على خاصرته. ليش الله يشد ملابس عليه؟ يعني أنا لا أتكلم عن الله الآن، أنا أعرف معنى الحق الآن، لسه ما أتيت إلى ماذا. قلت إنه الرحم تتعلق بالحق، لا تتعلق بسرة الله، لا بملابس اللي فوق. سنبين إن شاء الله، سنبين لك. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه هو من أحاديث الصفات، وأن إضافة الحق إلى الله جل جلاله هو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأثبت الحق صفة من صفات الذات لله عز وجل. الحق صفة من صفات الذات لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: هذا من الأخبار التي يقره من يقر نظيره، والنزاع فيه كالنزاع في نظيره. ثم نقل الإثبات عن القاضي بن يعلى وشيخه أبي عبد الله بن حامد، ونقله ابن حامد الوقت زاد له. لا مو مشكلة، أنا لديك كمل ما الحق، لأنه السيد سأل أسئلة كثيرة. أي تفضل. قال هنا: يمضى كل حديث على ما جاء. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن هذا الحديث الجملة من أحاديث الصفات، يعني شيخ الإسلام يثبتها على كلامه. نعم، يقول أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص عليها الأئمة على أن يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبه. يعني يثبت الحق على ما يليق بجلاله، ليس نقول أن خاصرة أو أن لا نقول لله حق. الآن الرحم شيخ أبو عاشر، أنا دا يعني رجل أستمع إلى كلامك، وكلامه وكلام العلماء بن تيمية وغيره. الآن أنا رحم أريد أتعلق، فمسكت بالحق اللي هو تبع الله سبحانه وتعالى، مسكت بالحق. هذا الحق اللي مسكته هو يعني جزء مادي، ملابس، قماش، يعني ما أعرف، فد جزء مادي يعني يغطي شيء من الله، ولا يعني حتى الناس تفهم أنه أنا الآن تقول أن الحق وتتعلق
يعني انا ادري من اعلق الملابس شيخنا، اعلق اللباس، اعلق كذا، عندي كنتور اعلق له. فهاي الرحم عندما تتعلق، يعني رب العالمين شاد علي شيء يعني مغطي ونتعلق به، ولا يعني خلي الكلمات تستخدمها. مو تدري الناس يعني ما يتفهم مع كلمات العلماء الكبيرة جدا، استخدم كلمات بسيطة. تفضل. شوف، قلت لك كما قال الإمام الشافعي: نحن نثبت الحق لله كما جاء في الرواية، فنقول ما ظهر معناه أخذنا به من مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يظهر معناه. هاي كلمات كبيرة يعني بالله عليك أبو عاشة، واحد يبيع رقي الآن يباوعنا، شنو حقه شنو مدري شنو، يريد يفهم. أنا الآن إذا فأعرف شنو حقه تشرح له، قل له يعني ما يعني. أنا شاد لي وزرة هنا، الوزرة شادها ومعلق لي السويتش مال السيارة، ولا العمانيين يخلون خنجر، ولا اليمنيين. فأريد أفهم يعني الله مغطي شيء. أنا أفهمك، أنا ما يدعو في التفاصيل حقك، هذه كلها أرمي بها عرض الحائط ولا أخذ بها أصلا. نحن نقول كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله يا آمنا بالله يا عمان. أثبتنا الحق لله، أما ما ذكرته أنت ما أدري إيش، هذه لا علاقة لنا بها. لا شيخنا مناسبة غير صحيحة ولا نعمل بها. اللغة نعبد لله بالنص، نقول الحق لله حق. اللغة ماشي شيخنا، هذه فالحق صفة لله عز وجل. ماشي. أنا مش شيخنا أنا مش إشكالي عن العلم، اللغة اللي تستخدمها كبيرة جدا. إحنا عندنا مشاهدين، يعني إحنا نثبت نؤمن بالله. طيب نؤمن بالله، انا وياك ابو الرقي ابو التاكسي ابو، نؤمن بالله، بس نؤمن بحق الله حتى اعرف شنو الحق حتى اؤمن به؟ انا الله ما اؤمن به، انا سني. انا وش علي من تفسيرتك انت؟ انا قلت لله حق وانتهى الموضوع، هذا اثبته النبي، خلاص انتهى الموضوع. يا سيدنا قول النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله عز وجل: الكبرياء وردائي والعظمه ازاري. أها أحسنت، أوقف، الكبرياء ردائي. أنا أدري أنه امرأة ترتدي، أبو عاش يرتدي هاي الشتات، الله الكبرياء شنو يرتدي، ولا سمة من سماته الله؟ نصفها لله عز وجل، الله قال أدري وثوبه يرتدي. تفضل سيدي. والعظمة إزالة. تفضل. نسمع الأول. طيب. إزار، رداء، مدري وش، لا هذا ما نقول لله عز وجل مثل خلقه. طيب.